الطروط سهلوا التمويل لان الاخوان ديال الاتحاد الاشتراكي قالوا لي هاد الحوايج ما ذكرتيهمش، ذكروا الندره المائيه تكلمت عليها، ذكروا القضيه العقاريه تكلمت عليها، كلشي داكشي اللي قالوه تكلمت عليه، ولكن ماشي مهم. هذاك حتى هو تهود لعندو هذاك كذلك مهم جدا. ماشي، راه كاين توازن. الا فرطتي في هذا غادي نوليو دوله راسماليه في هذه الراسماليه متوحشه، ولا فرطتي في الاخر غادي نوليو واحد الدوله فيها غير صغار الفلاحين اللي كتكون المردوديه ديالهم ضعيفه. وبالمناسبه المردوديه اليوم هي 17 القنطار في الهكتار، ماشي 15 بحال اللي قلتي، وشحال هذه راه كانت 12 القنطار في الهكتار. القضيه ديال الماء، اننا كنستهلكوا المياه ديال الاجيال القادمه. للاسف الشديد راه هادشي حنا عارفينه، وهذا هو السبب باش دار المغرب الاخضر. والمسلسل باقي غادي باش نحتفظوا على الماء، باش نستعملوه بمقدار، باش نستعملوه بطريقه عصريه، ولكن كما لا يخفى عليكم، وهذا ما لا يفيد بانه هادشي اللي تنقولوا اننا اليوم في وضعيه يعني مثالية، لا، ولكن الحمد لله. انا بغي نقول للاخوان النواب البرلمانيين المستشارين، انتم خصكم تساعدوا المجتمع باش يعطي فرصه. راه ما يمكنش في سنه واحده لم تكتبي البعد. هذا الوقت هذا في العام اللي فات كنت كنكون الحكومه، ومن بعد التعيين ديالها مشينا حتى للتنصيب ديالها. في سنه واحده نحل المشاكل خصوصا ديال المجالات الاستراتيجيه. هذا مجال استراتيجي ديال الفلاحه، والاثر فيه تيجي بصعوبه، وتيخصك تتعامل فيه مع ناس عندهم ثقافه خاصه بهم ومختلفه. الثقافه ديال الجبل ماشي هي الثقافه ديال الريف، ماشي هي الثقافه ديال السهول، ماشي هي الثقافه ديال الجنوب، والاراضي ماشي هي، والمياه ماشي هي، كل حاجه عندها، وخصك تتعامل معاهم بالطريقه اللي قبلوا منك الاصلاح اللي باغي دير. اللي انت مهم من جهتك هو تجيب التمويل وتجيب التاطير، هذا هو ويكون عندك البرنامج بطبيعه الحال. وهذاك الشيء اللي اقترح علينا السي الرادي، انا قلت للسيد وزير الفلاحه خصنا زعما هذا الشيء ندرسوه، ولكن راه ماشي بسهوله، على حساب اللي فهمت منه انه الفلاحه ديالنا في الغرب ما بغاوش يدخلوا في هذاك البرنامج. في المناطق ديال الدكالة اللي كيف قلت لكم قبيله كان وقع بينهم وبين السيد وزير الفلاحه اختلاف، لانهم في الاول كانوا ما غرسوش بحال اللي اتفقوا معاه، من بعد غرسوا قرر هو ما يعطيهمش الدعم، دابا قرر باش يعطيهم هذاك الدعم باش توصلوا لهم هاد البشرى، لانها في صالحهم ولانها شيء ايجابي. وخصنا المغاربه ديالنا يتعلموا هذه القضيه. اللي بغى يخدم، اللي بغى الدوله تساعد، ولكن اللي بغى يخدم تساعد، اللي بغى ينتج تساعد، اللي بغى يقدم البلاد نعم، ولكن ما يمكنش نساعدوا الناس فقط يعني غير هكذاك. وان كان هذيك المساعده الاجتماعيه هذيك راه عندها ظروف اخرى تكلمت عليها، ما بغيتش نعاود نجبدها لكم اليوم، وستستهدف بها بالاساس المناطق القرويه ان شاء الله الرحمن الرحيم. فضلك الله يخليك خلوا السيد راشد الحكومه، الوقت محسوب، خلوا السيد راشد الحكومه يكمل. القضيه ديال الملاحظه اللي جات على المعاهد العليا ملاحظه تمشي محلها، وانا تقبلها بكل صدر رحب، ولكن باقي انا كنظن هذه المعاهد يمكن لها تخدم اكثر. وكذلك الملاحظه اللي جات على القضيه ديال على القضيه ديال البحث الزراعي، وهي كذلك مهمه جدا. القضيه ديال البذور المختاره، شي مرات الاخوان تيعطيو شي ارقام، الدوله كتقول 1.5 مليون ديال القنطار ديال البذور المختاره، كتقولها كتعودها، ماشي كلها تستعملات، ولكن 1.5 مليون، ماشي 1.10 مليون ولا 1.20 مليون. وحنايا تيخصنا دائما يكون عندنا الاستعداد باش نستجبوا للطلبات ديال الناس، وخا تكون اكثر من داك الشيء اللي القضية ديال الإعفاء ديال المديونية. هذه أنا اللي عرفت هو أنه الدولة المجهود اللي عملته كبير، والقضية ديال واش هذه القضية يمكن لها تعاود ثاني تدرس، راه ماشي أنا شخصيا ما عنديش مشكل، ولكن راه هذا كيطرح واحد الإشكال. كتعقلوا دابا ملي جينا كنتكلموا على الإصلاح الضريبي تكلمنا على لامنيستي فيسكال، هذا العام قال لك الإخوان لا، لأنه لامنيستي فيسكال كتخلف
واحد المجموعه ديال السلوكات اللي ما كتكونش صالح للاقتصاد. جاوا اللي الناس كينتظروا راني سيسكال باش يخلصوا. فقلنا غادي نديروا التسامح في الفوائد، ولكن ما كاينش لامنيستي، المتابعه والمراجعه كتبقى دائما ممكنه. القضيه ديال المقاربه بين مصر والمغرب من الناحيه السياسيه، والاخوان حنايا هادشي كله ناس درناه باش ما يوقع لناش داكشي اللي وقع مع الاسف الشديد بعض الدول الاخرى. حنا كنتاسفوا لداكشي اللي وقع في مصر، ولكن داكشي اللي وقع في مصر شنو هو السبب ديالو؟ السبب ديالو ان شي ناس هذه عشرات السنين كانوا كيحلموا باللي من الممكن التحكم في الشعب، من الممكن انك تحكم في الرزق ديالو، ومن الممكن انك تحكم في الحريه ديالو، ومن الممكن انك تحرمه من الحقوق ديالو، واذا تجاوز ودير له ديمقراطيه صوريه، ودير حزب حاكم مهيمن كياخذ النتائج باي وسيله كانت. هذا هو. واللي ما عجباتوش الديمقراطيه السوريه والحريه السوريه ديال الصحافه كيمشي للقمع، وما كاينش اللي تيقدر يهضر عليه. وحنا هذه التجربه هذه كان هنالك من حاولها قبل سنوات قليله. كان هنالك من وصل بالمغرب الى حاله من التذمر. اليوم سمحوا لي يا الاخوان، كتكلموا على هذه الحكومه بحال هي هذه الحكومه هذه الحمد لله من اللي جات كاين سلم اجتماعي حقيقي. هذه الحكومه من اللي جات كتعيبوا عليا انني جبت درهم في المازوت وجوج ديال الدراهم في ليسونس، ولكن الحمد لله الشعب المغربي تقبلها. كتخلوني نقول لكم هذا الشيء ونعاود نقول لكم ونعاود نقول لكم. هذه الحكومه من اللي جات شعرات باللي كاين عندها حكومه وكاين عندها مسؤولين هازين المواطن في القلب ديالهم، وبغاو يحدثوا اولا وقبل كل شيء شويه ديال التوازن ويشوفوا الفقراء والمحتاجين. هذه الحكومه من اللي جات لم يقع اعتقال اي صحافي. هذه الحكومه من اللي جات كان 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 انتخابات لم يطعن فيها من نهار اللي جينا. الان ما كاينش انتخاب جزئي اللي تطعن فيه. هذه الحكومه من اللي جات كتبذل المجهود، وماشي معناه ان كل شيء غيكون على خاطره. سمحوا لي، ما كاينش كل شيء على خاطره. والسبب ديال هذاك القهر والقمع ديال عشرات السنين هو اللي ادى الاوضاع الصعبه اللي التسيير ديالها اضطر السي مرسي اللي ما اضطره اليه، فهمتيني ولا؟ واللي نايضين دابا الناس كيديروا داك الشيء اللي جالسين كيديروا. فواش بغيتيونا نرجعوا لهذا الشيء؟ لا، اسمح لي. كلشي المغاربه كيعرفوا، كلشي المغاربه كيعرفوا شكون الحزب اللي كان قصد، وتيعرفوا الناس اللي داروا هذا المنكر، وتيعرفوا بلي هاد الناس هادو ما غاديش المغاربه ما غيخليوهمش يرجعوا لهم، لانه الان الناس ما بقاوش كيخافوا وما تيقبلوش من هاد الناس. لن يقبلوا منهم صرفا ولا عدلا، وما عندهمش المصداقيه. وملي كينتقدوا هاد الحكومه تيقولوا هؤلاء مستمرون في طريقهم. لو كان فيهم الخير، لو كان ملي كانوا في المسؤوليه وفي النفوذ، لو كان داروا هاد الشيء اللي كيقولوا. ما داروش. اليوم ما عندهم ما يقولوا لهاد الحكومه. في عام واحد باغيين يسفوا الاحلام ديالها وديال الشعب فيها. لا، الا غننجحوا خليونا ننجحوا على خاطرنا، ولا غنفشلوا خليونا نفشلوا على خاطرنا. اما تعتقدوا باللي يمكن بالمناورات والمؤامرات وبعض الصحف وبعض الاذاعات غتغلبونا؟ ما غتغلبوناش ان شاء الله. فلاحة الفلاحة الفلاحة الأمن الفلاحي اللي في الفز تقفز. الحكومة الأمن الفلاحي تساهم. ملي تعلم تحترم الوزراء، تعلم تحترم الوزراء، تحترم الوزراء، تحترم الوزراء ديال البلاد في احترام لبلادك. غدا تقدر تكون وزير وغايديروا لك اكثر من هادشي اللي كدير الوزراء. تعلم تحترم الوزراء، وداك الشيء اللي درتي مع وزير الميزانيه ماشي من حقك، تعرفها وراك ما كتخلعناش. هاي القضيه هذه.
اسمح لي يا السرادي، ديروا في البال ديالكم واحد القضيه، اكبر خطر يهدد المغرب ماشي هو الامن الغذائي واش كاين ولا ما كاينش، هو هذا الشيء، هذا هو النوع ديال الناس اللي كانوا بالامس القريب كنسمعوا عليهم انهم كيشتموا المسؤولين، اللي كانوا بالامس القريب كيظنوا بلي تحكموا في البلاد ويمكن لهم يديروا اللي بغاو، اللي بغاو يصيفطوا للحبس يصيفطوا للحبس. هاد الناس هادو خاصهم يعرفوا باللي المغاربه ما قابلينش هاد الشيء، هادو هما هادو خاص المغاربه يعرفوا، هادو هما اللي خرجوا الناس في 20 فبراير، هادي هي الحقيقه. ولهذا الحمد لله المغاربه ملي خرجوا ما طالبوش بالسقوط ديال الملكيه ديالهم بحال اللي وقع في الدول الاخرى، طالبوا بالاصلاح وطالبوا بالوقوف في وجه الفساد والاستبداد، وهذا الشيء بالضبط اللي كانوا كيقصدوا ملي كانوا كيتكلموا على الاستبداد. ولهذا اليوم ملي كتشوفوني كناكد على هذا الشيء ما تعطيونيش دروس، خلوني نقول لكم راه هذا الشيء اهم من كل شيء الامور الاخرى، لانه الا ما كانش عندنا الحريه ديالنا، لما كانش الديمقراطيه ديمقراطيه حقيقيه، لما كانش كيوصل لهاد المقاعد الناس اللي كيستحقوا اللي كينوبوا على الشعب اللي تيبغيهم الشعب، الا ما كانش هذا الشيء هذا راه ما كاين والو. وديك الساعه دير الميزانيه اللي درتيها السي الراضي غادي يجي اللي ياكلها، والله ما تقدر تهضر. دابا ملي كيوقف واحد فينا ولا غير كيحرك راسو كتقدر توقف انت وتقول اللي بغيتي، ولكن معاهم ما كنتيش كتوقف، معاهم ما كنتيش كتكلم السي الراضي، ما كتقدرش لا انت لا واحد العدد ديال الناس ولا ابطال اليوم. ولهذا خصك دير في البال ديالك انني انا كندافع عليك وعلى امثالك وعلى المغاربه كلهم اليوم ملي كنقول باللي الرجوع للتحكم انتهى. الان نحن امام المصلحه ديال المجتمع اللي غادي تجي من خلال الناس اللي غيختارهم المجتمع واللي تيبغيهم. اما الاساليب ديال المكر والخداع والمؤامرات واستعمال بعض الصحف وبعض الاذاعات وتصوروا هاد الناس باللي من الممكن يعاودوا يرجعوا يتحكموا في السده ديال الحكم مره اخرى، هذا غير ممكن. المغاربه بغاو الملك ديالهم وبغاو الاستقرار وبغاو الاصلاح، ثلاثه ديال الحوايج. وفيما يخص الفلاحة كنأكد أن المغرب الحمد لله السياسة ديالو كانت راشدة، أنا ما بغيتش نقارن بدول المجاورة لنا، كتعرفوا الوضعية ديالها الإخوان. الحمد لله اليوم حنا مطالبين باش نجيبوا يعني مجهود إضافي. جلالة الملك هذا الشيء هذا نقول لكم بكل صراحة واقف عليه وحارس عليه وتيتبع المشاريع الكبيرة والأساسية والاستراتيجية. ما بغيتش قبيلة نجبد النقل ديال الماء من 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 الشمال للجنوب، هذا مشروع اللي جلالة الملك متبعه، ونحن في هذا المشروع يعني بالتوجيهات ديالو حنا من جانبنا متبعينه. هذه مسائل كلها هي كتجي في الوقت ديالها، ولكن في انتظار ذلك المخطط الأخضر دعمناه في الميزانية ديال 2012 ب 8.3 مليار ديال الدرهم. صندوق التنمية الفلاحية قال لك شي واحد الإخوان قال لك هذه الحكومة ما دارت حتى شي حاجة للفلاحين، يعني خاصة واستثنائية، غير ملي كان الجفاف مليار ونص ديال الدرهم اللي وزعنا على الناس وجدنا ريوسنا باش شحال سي جوج ديال المليار ولا ثلاثة؟ ثلاثة ديال المليار ديال الدرهم لا قدر الله لو كان جا الجفاف. لكن الله سبحانه وتعالى رحمنا بحال اللي رحمنا في الاخر ديال العام، رحمنا في هذا الاول ديال العام، ونطلب الله سبحانه وتعالى ما يحرمناش من هذا من هذا من هذا الرحمة ديالو. ثلاثة ديال المليار ديال الدرهم عصرنا شبكات الري 57269 هكتار، توسيع المساحات المسقية 37850 هكتار، حماية مناطق السقي 20000 هكتار، 347 دعم 347 مشروع فلاحي منها 112 جديده بغلاف 6.1 مليار درهم. فهذه المجهودات كلها هي اللي كدير الفلاحه، حنا اللي كدير الدوله وكدير الحكومه في هذه السنه الاولى اللي يلاه جينا. لانه الاخوان خصني نكون معكم واضح، راه ملي تيكون الانسان في المعارضه كتكون كتبان له الامور في شكل، ملي كيوصل للحكومه ماشي بنفس السهوله، لا كيبان له الوضع ولا تيبان له القدره ديالو على الاصلاح. كل شيء ديك الساعات كيحتاج الكلام اللي كان من قبل مجرد كلام، تحتاج تخصك ديك الساعات الاطراف يكونوا متفقين وتخصك واحد العدد ديال الاشكاليات تحلهم، وهذيك راه حنا غاديين فيها. والفكره على اساس الدعم ديال الفلاحه ديال الفلاح الصغير، اول الفلاح الصغير بغيناه يحافظ على الثقافه ديالو ولكن في نفس الوقت يحسن الانتاجيه ديالو،
من خلال تسهيل التمويل ومن خلال تيسير التأطير. الفلاح الكبير بغينا نوضعوا راه الإشارة ديالو الإمكانيات باش يزيد ينتج ويزيد ينجح باش الفلاحة ديالنا ما نرضوش باش هاد الفلاحة هادي يعني تكون خاصة غير بنا. المغرب من عبر التاريخ كان كيصدر الحمو بالخارج، كتعرفوا هاد الشيء، كان كيصدر لفرنسا وكان كيصدر لإسبانيا. والسكر، السكر خلاص من وقت السعديين إذا لم أخطئ. فإذا هاد المعطيات وهاد المهارات الحمد لله عندنا، وكان أعتقد باللي من الممكن نمشيو في اتجاه إيجابي، ولكن تدريجيا بإرجاع كل شأن، إرجاع الأمور إلى نصابها، كل شيء في وقته وكل شيء في أوانه. إذا كانت الأمور بحال هكذا إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نتوفقوا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سيد رئيس الحكومة، شكرا للفرق البرلمانية على مشاركتها. رفعت الجلسة.